ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الأستاذ أمير المفرجي الباحث السياسي العراقي. أهلا بكم أستاذ أمير إلى استوديو الرافدين. مراسلون بلا حدود اتهمت السلطات الحكومية بقمع الصحفيين غطوا التظاهرات والاحتجاجات في العراق. لماذا تعمل حكومة العبادي على تكميم الأفواه ومنع وصول الصورة الحقيقية لما يجري؟ مساء الخير، تحياتي إلى قناة الرافدين وإلى مشاهديها الأعزاء. من الطبيعي أن تقوم أي حكومة يعني رفضها الشعب أن يعني أن تقوم بأعمال يعني لكتم الأفواه ولعدم وصولها إلى مناطق أخرى في العراق وحتى إلى الخارج. حكومة السيد حيدر العبادي هي في ورطة، لأن هناك مشاكل لا يستطيع أن تحل بعصا سحرية، إنها مشاكل نظام سياسي قائم على الفساد وعلى المحاصصة، وإن من يعمل في هذا النظام السياسي هم أكثرهم فاسدون، وليس هناك أي يعني حل سحري لأن يكون الجنوب العراقي ومناطق الفرات الأوسط مناطق زاهرة في ظل نفس هذا النظام الذي فضح من قبل الجماهير يعني التي شاركت في الانتفاضة، انتفاضة العشرين الثانية. إذا أنا في نظري يعني شيء طبيعي أن يقوم النظام الفاسد بكتم الأفواه ولعدم وصولها إلى الخارج، لأن الحقيقة قد كشفت إلى كل من يعني يعرف العملية السياسية وما نتجت من فساد ومن محاصصة ومن طائفية ومن غبن بالشعب العراقي. نعم، تتوالى دعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبلة، كيف ترى مسار التظاهرات مع رفع سقف المطالب وتعنت الحكومة عن الاستجابة لمطالب المتظاهرين؟ يعني نقول يقول البعض بأن هناك رفع لسقف المطالب. أنا في نظري يعني المطالب ليس هناك. الشعب عندما رفض هذه الحكومة ورفض هذه يعني هذا النظام السياسي، يعني ليس لأنه شعب قد جاع وأن الكهرباء قد يعني قطعت، ولكن النظام السياسي هو نظام فاشل. الشعب العراقي استطاع يعني بوضوح أن يفرحه وأن يطلب من يعني التكاتف لي يعني عمل طفرة أو نوعية لقلب الوضع السياسي وجعله نظام يعني يتمناه الشعب العراقي. أنا في نظري أحب أن أرجع إلى شيئين. المناخ السياسي الموجود في العراق يعني يساعد على أن يخرج الشعب العراقي وينتفض ويذهب إلى المطالب الحقيقية، ألا وهي يعني إسقاط هذا النظام السياسي. المناخ السياسي الآن الموجود يدل على أن إيران قد يعني قد ضعف وجودها في العراق، وأن الشعب العراقي يستطيع أن يخرج بحرية بعد أن كتمت إيران ومن خلال الأحزاب التابعة لها الأفواه بالقتل، وبيعني ما لاحظناه في المظاهرات هناك كانت قتل، وكان هناك يعني نوع من الإجرام بحق العراقيين، لأنهم طلبوا أن يكونوا في موطنهم وفي بلدهم مكرمين ومعززين، وأن يستطيعوا أن يعيشوا كما يعيش أبناء الأمة العربية في الخليج وفي الكويت وفي كل مناطق العالم. إذا أنا في نظري السقف الذي يطلبه العراقيين هو كان من الأول هو إبدال هذا النظام الفاسد الذي أثبت فشله في العراق. أستاذ أمير، حيدر العبادي أقر باعتقال 100 متظاهر وألصق بهم تهمة المندسين، كيف ترى هذه التهمة الجديدة وما المراد منها؟ لتفسير ما يعمله السيد حيدر العبادي يجب أن يعني أن نقرأ شيئين في ما يحدث في العراق. الكل يعلم بأن السيد حيدر العبادي وهو من حزب الدعوة ليس يعني متفق أو مشق عن حزب الدعوة الذي يمثله السيد نوري المالكي والميليشيات التابعة إلى هادي العامري والآخرين. السيد حيدر العبادي أمامه يعني مشكلتين في الوقت الحاضر. مشكلة أعدائه الذين ينتظرون سقوطه عن طريق الانتفاضة العراقية،
والمشكلة الثانية السيد حيدر العبادي يعني يريد أن يثبت لأمريكا التي تدعمه بأنه يستطيع أن يثبت وأن يستطيع أن يدفع إيران إلى خارج العراق. مشكلة حيدر العبادي صعبة، وما يعمله الآن بدون تخطيط وبدون أي يعني تفكير، هو يريد أن يحفظ موقعه وفي نفس الوقت الدفاع عن المصالح الأمريكية التي بدأت تعمل في العراق لقطع أيادي إيران. يعني إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الانتفاضة العراقية قد كبرت وقد يعني توسعت، لأن هناك فراغ يستطيع من خلاله العراقيون أن يدفعوا إيران إلى خارج العراق، وقد شاهدناه هذا في حرق صور الخميني وفي حرق مقار الأحزاب التابعة لإيران في العراق. نعم. العبادي عزا خفض صرفيات المحافظات إلى تدني أسعار النفط، بينما النائبة ماجدة التميمي تقول بأن هناك يعني فائض بقيمة 7 تريليون دينار لهذا العام فقط، أين تذهب هذه الأموال أستاذ أمير؟ في طبيعة العراق لم يكن محتاج إلى أموال. العراق يعني بواسطة سعر النفط الذي وصل إلى السعر الذي نعرفه في الوقت الحاضر، هو سعر يعني يستطيع السيد حيدر العبادي من يعني ترميم ويعني إعطاء الشعب العراقي حقه. ولكن أنا في نظري السيد العبادي ليس له القدرة على يعني عمل هذا، لأنه في وسط نظام يعني يعمل بأفرع وبأبرع مختلفة. السيد حيدر العبادي لا يستطيع، لقد تكلم كثيرا منذ مدة طويلة عن الفساد، وقد قال عن الفساد بأنه ستكون معركته الثانية الكبيرة بعد داعش. ولكن عندما ننظر إلى ما فعل السيد حيدر العبادي يعني نرى بوضوح على أنه ليس قادر على قطع أبرع الفساد، لأنها أذرع متغلغلة في عمق الدولة العراقية وبمساعدة إيرانية مع الأسف. ولكن يعني الوضع قد يتغير في المستقبل القريب، ولكن في الوقت الحاضر أنا لا أعتقد بأن السيد حيدر العبادي يستطيع أن يعطي للعراقيين حقوقهم من أموال النفط التي هي من حق العراقيين يعني شئنا أم أبينا. نعم الأستاذ أمير المفرجي الباحث السياسي العراقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.